بعدها أعتقد تقدر تواجه كل الناس، تتحدث لكل الناس، وتكون أديب، وتكون إنسان محمود وخطيب. النجمة العشرة تعبوا فيها لعيبة كثير، وكانت أعتقد تأكيد للتاسعة. النجمة العاشرة هي رمز، هي تتويج، هو رقم ابتعد عن كل الأرقام الموجودة في أفريقيا. الأهلي بيحب يتفوق، الأهلي كلمة قالت فوق الجميع، ويقصد فيها في تعريفه كابتن محمود الخطيب، ما فيش حد في النادي الأهلي أكبر من النادي الأهلي نفسه، وهذه حقيقة. اليوم أصبح النادي الأهلي بالأرقام الدبل فوق الجميع.